نشاط رقم واحد صفحة 88 حساب تكرارات والتكرارات نسبية. التكرارات والتكرارات النسبية يبين الجدول أدناه العلامات على 20 التي تحصل عليها 30 تلميذ من قسم السنة الثانية من التعليم المتوسط. لاحظ في الجدول أن عدد التلاميذ الذين تحصلوا على 13 هو 7. الذين تحصلوا على العلامة 13 العلامة هو 7. التكرار هو 7، والتكرار النسبي هو التكرار على العدد الكلي 7 على 30. نقول إن تكرار العلامة 7، نقول إن تكرار العلامة 13 هو 7، وتكرارها النسبي هو 7 على 30. هذا مثال من الخانة. كم تلميذ تحصل على 7؟ الجواب هو 13. العكس، كم تلميذ تحصل على العلامة 13 هو 7. ما هو التكرار النسبي 7 على 30؟ ما هي النسبة المئوية؟ هي 7 على 30% في 100%. أتمم الجدول. إذن هذا 7 على 30، سيكون هذا 3 على 30، 1 على 30، لا ندري هنا، هنا 2 على 30، وهنا 1 على 30 بهذا الشكل. نأتي إلى هنا هذه الخانة، يجب أن نجد هنا هذا ما معناه. معناه هو عدد مجهول على 30. العدد المجهول ماذا يساوي؟ يساوي 0.2 في 30، يساوي 6. يبقى مجهول هنا، كيف نعرفه؟ كلهم 30، نجمع 10 11 12 14 20. كم يبقى هنا؟ 7. نجرب الحساب. 7 و7 14 و6 20 23. تكون هنا 10. نتأكد العشرة والعشرة 20 26 28 29 30. بهذا الشكل أكملنا الجدول. السؤال الثاني، أعطي النسبة المئوية. أعطي النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على العلامة 16. عندما يطرح سؤال احسب النسبة المئوية، فقد طرح 3 أسئلة دفعة واحدة. ما هو العدد؟ ما هي النسبة؟ أخيرا ما هي النسبة المئوية؟ النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على 16. أول سؤال، ما هو عددهم؟ عدد التلاميذ الذين تحصلوا على 16 3. 16 3. التكرار النسبي هو 3 على 30. أخيرا النسبة المئوية هي ماذا؟ 3 على 30 تصبح 300 على 30، 10%. الخلاصة، النسبة المئوية للذين تحصلوا على 16 هي 10%.
أعطي النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على علامة أقل من 9. خانة العلامات هي هذه. من هي العلامات التي تساوي 9؟ عددها ماذا؟ والعلامات التي أقل من 9 من هي؟ والعلامات التي أكثر من 9 من هي؟ سأل على أقل من 9. من هي العلامات التي أقل من 9؟ يا إما 7 يا إما 5. الاثنان والواحد 3. عدد التلاميذ الذين تحصلوا على أقل من 9 هو 3. ماذا يطلب هو؟ يطلب النسبة المئوية. النسبة المئوية فيها 3 أسئلة: العدد، النسبة، النسبة المئوية. العدد وجدناه، النسبة، التكرار النسبي، 3 على 30. النسبة المئوية 3 على 30 في 100%، 10%. النسبة المئوية للذين تحصلوا على أقل من 9 هو 10%. أعطي النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على العلامة فوق 7. العلامة 7 أين هي؟ هنا. من هي التلاميذ الذين يساوي 7؟ 2. وأقل من 7؟ 5. وأكثر من 7؟ تفوق 7. هذه وهذه 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 وهذه. عدد التلاميذ الذين تحصلوا على علامة 7 تفوق 7 هو 23، لأن كلمة تفوق 7 معناها 9 أو 11 أو 13 أو 16 أو 17. نحسب هذه الأعداد. هو طلب نسبة مئوية، معناها طلب 3 أسئلة: العدد والنسبة والنسبة المئوية. النسبة المئوية طلب 3 أسئلة، معناتها من هو عدد التلاميذ، وما هي نسبته، وما هي نسبته المئوية. عدد التلاميذ الذين تفوق 7 هو 27. نحسب 6 10 و10 20 26 27. ما هو تكرارهم؟ تكرارهم النسبي 27 على 30. وما هي نسبتهم المئوية؟ هو هذا العدد في 100%، نجده 90%. الصفر مع الصفر 27 تقسيم 3 9 90، 90%. النسبة المئوية للتلاميذ الذين تحصلوا على علامة فوق 7 هي 90%. انتهى حل التمرين.